السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة اللي اتأخرنا عليكم كتير فيه اللي هو مزاد زغاليل زاجل للبيع. معانا ما شاء الله مجموعة زغاليل زاجل، زاجل مفصص وزاجل إزازي وزاجل بديري وزاجل أسود. معانا الأربع ألوان، لكن احنا هنقسمهم على مجموعات. نبدأ على بركة الله بالمجموعة الأولى ونقول لك اعمل لايك قبل ما نبدأ المزاد، سمي كده وانزل اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس واختار الكل علشان يوصلك الإشعارات. مش هيجيلك إشعارات بالفيديوهات الجديدة إلا ما تعمل تختار الكل بعد ما تضغط على الجرس. طيب بسم الله بسم الله ما شاء الله، معانا المجموعة الأولى زغاليل زاجل مفصص وإزازي. المجموعة دي ثلاث تجواز، دي نسميها المجموعة الأولى، طبعا كلهم مدبلين دبل الاتحاد، اهو دبل الاتحاد مدبلينهم بدبل الاتحاد باللون الأخضر، طبعا اللي انت عارفين ان انا بحبه. يبقى المجموعة الأولى ثلاث تجواز زغاليل، ست زغاليل يعني. هنبدأ المزاد، شرط البيع في دمياط، الاستلام في دمياط ايا كان البلد حضرتك، الاستلام في دمياط. طيب هنبدأ المزاد كله جميع المجموعات من سعر 50 جنيه. طب ازاي هتعرف ان حضرتك فزت بالمزاد او بالمجموعة؟ حضرتك هتكتب تعليق في تعليقات الفيديو على اليوتيوب اللي انت هتزود عن السعر ده، تشوف اخر تعليق تقراه مزود كام، كاتب سعر كام، وتزود حضرتك عنده، زود زي ما انت عايز، زود 5 زود 10، المهم في النهاية تتابع المزاد. نهاية المزاد يوم الجمعة 25/9، تمام؟ نهاية المزاد يوم الجمعة 25/9، النهاردة الثلاث، يبقى نهاية المزاد يوم الجمعة عشان نأتي فرصة لأكبر ناس، أكبر عدد من الناس إن هي تشوف الفيديو. طيب زي ما قلنا بداية دول المجموعة الأولى 50 جنيه للجوز بداية سعر المزاد والتسليم في دمياط، وهسيب لك رابط الفيسبوك في وصف الفيديو علشان، أو اللينك بتاع الفيسبوك علشان تتواصل معايا في حالة، وهسيب لك رقم التليفون بعد كده في حالة إذا رسى عليك اي مجموعة من مجموعات المزاد. طبعا حضرتك حر تختار مجموعة او اتنين او تلاتة او كل المجموعات زي ما انت عاوز، بس المهم ان انت تشوف دلوقتي الزغاليل اللي انت محتاجها. طبعا هم ملخبطين، فيهم زغاليل معتمدة وفيهم فكك ريشة وفي فكك ريشتين كمان، لكن دول اعتقد اللي فيهم فكك ريشة وفي زغاليل لسه صغيرة، بل لكن هو كله معتمد يعني، في فك ريشه وفي ما فكش. طبعا هو في ناس بتقول عليهم ان هم شباب اللي هو فك ريشه او ريشتين، لكن انا ببيع كله هنقول على سعر الزغاليل. يبقى كده المجموعه الاولى، نبدا بالمجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه جوزين زغاليل فيهم برضو فك ريشه وفي لسه، لكن كلهم معتمدين على نفسهم. طبعا هم الوانهم في جوز مفصص وفي جزء ازازي، شوفهم مع بعض، ولابسين طبعا برضو دبل الاتحاد هم، ما شاء الله مستوى محترم. نشوف نفس الحكاية بداية المزاد 50 جنيه. طبعا الاولوية للي هيشتري كل المجموعات على بعضها. يبقى دول كده خمس تجواز اللي هم مفصص وازازي، خمس تجواز كده. المجموعة التانية نخش على المجموعة التالتة. المجموعة التالتة جوزين، جوز اسود وجوز بديري، لكن ده عمر اصغر شوية، دول عمر اعمار اصغر شوية، برضو هنقول بداية المزاد من 50 جنيه. ليه اصغر شوية؟ علشان اللي عاوز يطيرهم يعودهم على المكان عنده. في ناس بتحب ده وفي ناس بتحب الزغاليل اللي هي فكة ريشة او ريشتين، او بيحب الشباب عموما،
لكن في اللي بيحتاج يعود الزغاليل على المكان يبقى هو العمر ده الانسب له، اللي هو ما طارش في المكان. على فكرة يا جماعة انا ما طيرتش خالص الحمام ده، ما خرجش من المكان، انا مقفل كده بسلك، لكن الحمام عندي ما شافش الجو خالص، ما شافش السما، يعني هو اللي طار طاير في المكان بس. يبقى دي المجموعة الثالثة، جوز بديري وجوز اسود عمره صغير، لكن هم معتمدين على نفسهم لكن ما طاروش لسه. يبقى نخش على المجموعة الرابعة. المجموعة الرابعة 3 جواز زغليل اللون الاسود، معتمدين طبعا على نفسهم، فيهم فاكك ريشة وفيهم فاكك ريشتين، يعني في اللي عليه 9 وفي اللي عليه 8 باللون الاسود. طبعا في ناس بتحب اللون الاسود، طبعا اللون الاسود يا جماعة من النوادر عند الناس اللي بتربي الزواجل، في ناس بتحبه جدا، والحمد لله هو متوفر عندنا اللون الاسود ده. دول 3 جواز وهنوريكم تاني. يبقى كده المجموعة الرابعة، طبعا برضو بداية المزاد كله على كل المجموعات من سعر الجوز 50 جنيه. المجموعة الخامسة برضو فيها 3 جواز باللون الاسود، فيهم فاكك ريشة وفيهم فاكك ريشتين، احنا برضو هنبيعهم كلهم على انهم زغاليل، هنبيع على ان هم زغاليل معتمدين. يا جماعة اللي بقول لحضرتك ان هو الحمام ده مطرش بره المكان، ما شافش السما. يبقى 3 جواز زغاليل المجموعة الخامسة. كل المجموعات زي ما قلنا بداية سعر المزاد من 50 جنيه. المجموعة السادسة 3 جواز وفرد، يعني 7 زغاليل، فيهم معتمد على نفسه وفيهم جوز تقريبا مش معتمد على نفسه، اللي هو الجوز ده، الجوز ده اللي هو لسه تحت الاهالي بيوكلوه، الجوز ده اهو الزغلول التاني، لكن ما شاء الله صحة وحجم. دول 3 جواز وفرد برضو بداية سعر المزاد فيهم لكل المجموعات الجوز 50 جنيه. يبقى كده 5 مجموعات، وطبعا الأولوية والأفضلية للي هيطلب ال5 مجموعات على بعض، لكن مفيش شحن، الاستلام من المنزل. طبعا هنسيب لكم اللينك بتاع الفيسبوك في الوصف بتاع الفيديو للتواصل في حالة ان انت اشتريت مجموعة او ورث عليك المزاد. ده للناس، الناس اللي بتقول ان مفيش زغاليل بتطلع في فصل الصيف ده، او الزغاليل بتخرج الجدري فيها او فيها الامراض. في ناس يقول لك ما تفرخش زغاليل في الصيف، دي زغاليل الصيف يا جماعة، والحمد لله خرجنا زغاليل كتير في الصيف، والناس اللي خدت مننا عارفة الكلام ده. طبعا حضرتك هتشوف الزغلول ده، اللي هيقول الزغلول ده في حاجة، الزغلول ده كان مضروب من ذكر عازب، ذكر عازب، لكن احنا لحقناه وشلنا الذكر اللي ما كانش له نتاية، لان طبعا احنا بنربي الحمام سايب زي ما حضرتك شايف في المكان كده، الحمام مش في عيون او في سلكات، الحمام سايب بالمنظر ده، فطبعا ممكن وارد جدا يكون في ذكر بيروح يضرب الزغليل. بكده يكون خلصنا موضوع الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.